هنا على ضفة نهر الفرات بمحافظة الرقة السورية يقع مخيم أبو قبيع للنازحين من محافظة إدلب الفارين من قصف الطائرات الحربية لروسيا والنظام وجرائم الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية. هذا المخيم كان في السابق عبارة عن فندق من عدة طوابق، باتت تشغله الآن عدة عائلات نازحة بعد ترميمه بجهود ذاتية، بالإضافة إلى عدد من الأبنية ومساحة من الأرض الخالية تقوم عليها اليوم خيام النازحين الجدد ومن سبقهم إليها من أقرانهم الذين وجدوا في هذا المكان الملجأ الوحيد لهم بعد أن تقطعت بهم السبل واكتووا بلوعة الحرب والنزوح. أم أحمد نزيحة من ريف إدلب حلت ضيفة على المخيم بعد رحلة نزوح استمرت لسنوات تنقلت فيها بين مناطق عدة جراء الخوف من القصف، تتحدث بحرقة وألم جراء ما عايشته من معاناة تحت سيطرة النظام ومن بعده الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي لم تحفظ عنها سوى الألم الذي اقترن مع مسمياتها المختلفة وصور الرعب والخوف في ذلك الحين. تواصلت أم أحمد مع أقاربها في شمال شرق سوريا لينقلوا لها إن المنطقة تفتح أبوابها لاحتضان الضيوف السوريين من كافة المناطق وخاصة من إدلب بناء على مبادرة أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، فسارعت مع عائلتها لتلبية الدعوة. المراوح الحربية، صواريخ ارتجاجي، شغلي يعني لا ينوصف. تاني شغلي بالأرض، الفصائل ما بتعرف الفصائل، ما بتعرف تعددها من كترهم. جبهة، أحرار، نصرة، عدة فصائل. يعني شغلي ما بتنوصف هونيكي. المعيشة يعني العالم عايشة بحالة يأس كتير وبحالة يعني رعب وخوف كتير. حكوا معنا طالع قرار عبدي مظلوم انه بيستقبل اهل ادليب لهون، انه هون بنخلص بالقليل من رعب الطيران، يعني بالقليل هون. يعني في عنا ناس حكينا مع الشباب اللي هون موجودين نسقوا معهم، والله عذبنا. يعني انا صرنا 10 سنين نرقد من محل لمحل، باركين بخيام، بس يعني بالقليل في جوا هالخيمه بتحسن، يعني تاكل تشرب بتدفى شوي، يعني احسن من برا بالاراضي تحت الزيتون. يعني حتى هونك تحت الزيتون صار اللي عنده شقه ارض بدي اجره مصاري دولار كله. صار لهم هلا 2 3 بجمعوا هالعالم بادلب. يعني حتى هالعالم اللي اجت رحلت من الشام الا من حلب الا من حمص الا كله على طريق تركيا، من قسم من تركيا وقسم من النظام رحلت لادلب، وحتى ادلب محل بدي بركه ما في. في ناس كتير من إدلب، من جبل الزاوي، من ريحة، من إدلب، يعني من كل منطقة إدلب بحابين يجوا لهون، بس الطريق كتر ما صعب ما عم يحسنوا. في ناس عندهم عجزة، في ناس عندهم مرضى، مع قلب، مع سكر، وهالبرد وهالطريق عم إيجار سيارة كتير غالي، ما عم بيلاقوا سيارات، ما في مزوط. لأن نحن بداية الثورة عشنا تحت نظام الأسد، بعد ما خلصنا من الأسد طلعت الفصائل مثل الجبهة والأحرار. يعني هني بدهم يحكموا علينا، بإذن الله ما حدا حكمنا، ما حدا حسلنا. يعني نحن ما نضل نتبع له، لا نتبع له ولا نطلع من منطقتهم. لا بدي ياخذوا بيوتنا، لا بدي ياخذوا أراضينا، لا بدي ياخذوا هيك. جبهة الأحرار وجو النصرة، وفي اسم هذا فصيل اسمه جند الأقصى بيقولوا له. هذا إيش نوعه ما بنعرف. يعني عدة فصائل، جند الأقصى، أحرار، صقور، يعني كثير فصائل صارت في البلد هونيك عندنا. لا يخفي يوسف فرحته بابتسامة أطفاله التي ارتسمت على وجوههم بعد تقاسيم الخوف التي حفرتها أصوات القصف ولسعات البرد في أجسادهم الغطة، قبل أن يجتمعوا اليوم في أبو قبيع حول مدفأتهم وادعين مع أقاربهم وآمنين من أي خوف.
الله يا هالوطن، الله يا هالوطن، شو مسوي بي الله، الله يا هالوطن. والله بيصير بمدينة إدلب يعني شيء ما بيتصور، ما بيتصور العقل، يعني على موجب الدمار والضحايا اللي عم بيصير بإدلب يعني ما صارت من قبل يعني، ولها السبب هذا يعني صارت أكثر الناس هونيك تنزح وتطلع من هالمناطق وتجي على مناطق آمنة يعني. هلا والله اللي صاير هونيك يعني صاير تخويف وترهيب للناس يعني بشكل منهم يعني. يعني هلا مثلا أنت قاعد ببيتك مثلا بدك تنجبر إنه تصير مثلهم، يعني تتعامل مثلهم، يعني تشتغل مثلهم. مثلا أنت عندك سجرات رحت حشتي بدك تدفع زكاة، هاي يعني إجبارية عنك، إذا بتجيب لك تانك الزيت بدهم يجي يدفعوك عليها، هاي ما لنا خلاف فيها يعني. بس صار تخويف كتير وترهيب منهم للشعب يعني هونيك. هلا والله يا أخي هلا حسب كل واحد وقناعته. مثلا أنا وقت اللي صار تصريح لقيت أنسب أوسب مكان للجي إنه يجي لهون، لأن كان تركيا يعني أنا بدك تروح عليها بس ما راح نخلد فيها يعني. يعني قد ما كان واحد بضل ببلده يعني معزوز اكثر من غير مكان. اي والحمد لله رب العالمين بعد تصريح مظلوم عبدي انه استقبال اهالي ادلب الحمد لله جينا لهون، والحمد لله رب العالمين يعني استقبال يعني غير شكل الحمد لله، كل شيء مأمن يعني. هنا يتفقد ابو عمر قائد لواء الشمال الديمقراطي القادمين الجدد ويراقب مع عدد من مقاتليه كيف يرمم النازحون المسكن الجديد ويدخلون بعض التعديلات عليه بما يتناسب مع احتياجاتهم. اشو عم تساوي؟ اشو خير بين الدنيا؟ اشو عم تعمل بيت جديد؟ بدنا نخرب الدنيا. كيفكم؟ بجيب رفعة بشيلها بزتها فوق بلا لا انت تنزلي. والله على الله على الله على الله. اه اه والله على الله ارجع على بيتي على الله. والله على الله ارجع على داري على الله قبل الجسم مني ما يميل على الهوى. يا با على الله على الله. اي والله يا با يا با انا اللي انصبت خيمت براس علوى عزيز وجيرتي كلن حباها. يا وابا والله عبسي يا ابو عمر يا عبسي يا ابو عمر. والله يا عبسي يا ابو عمر يا غالي علي يا ناويل العدالي علي. والله يا عبسي يا ابو عمر يا غالي علي يا ناويل العدالي علي عيني. والله مظلوم يا قائد يا مظلوم عبدي. والله القائد مظلوم عبدي غالي علي يا ناويل العدالي علي. والله الشمس والله الشمس على الأرض شقيدة علي هم غالين من أغلى الحبايا. وابا أيابا أيابا هي 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 يا با
على بعد أمتار فقط يعيش عشرات الأطفال صخب الحياة على أنغام الموسيقى مع معلميهم ومدربين نفسيين لانتزاعهم من الضغوطات التي قاسوها في ظل الحرب. نحن حاليا اليوم بالظروف اللي تعيشها هالبلد هذا كلياتنا تقريبا بسوريا تعرضنا للتهجير، ويعني اليوم احنا لما اجينا في مدارس مأهولة وفيها كوادر، احنا اجينا لهون على المخيم لأطفال صحيح من غير محافظة، لكن بالأخير كلياتنا نرجع، احنا كلياتنا نعيش تحت أرض سورية، فنحن نروح ونرجع بالأخير احنا كلياتنا السوريين. اليوم الأطفال الطفل هذا ما له حق بالتعليم مثل الطفل اللي ساكن ببيت أهله، اللي رجع على بيت أهله واللي ساكن المدرسة، يعني شفرك الطالب هذا. يعني اليوم احنا ضمن هالمشروع هذا نحاول نعالج الخلل اللي صار مع هالأطفال هذا بفترة الانقطاع هاي الدائمة عن المدرسة. ويعني أفضل وأبسط طريقة، يعني هذا طفل ما له ذنب الأحداث اللي صارت كلياتها، له ذنب واحد انه بس بده يتعلم حقه يتعلم. تجي على نفسية الطفل، تدرس نفسية هالطفل، تشوف وين مواطن الضعف صارت عنده بالشخصية، وين مواطن الخوف. يعني بدك تحاول تجي من خلال حصص الدعم النفسي اللي عم تنعطى لهون، احنا عم نحاول نطالع هالطفل هذا من هالجو اللي عايشه ونرجعه لطبيعته الأصلية، طبيعة الطفل. يقوم عبد الرحمن الإداري في مخيم أبو قباع على سبر احتياجات النازحين، ويعمل معهم على توفير ما أمكن منها للتنسيق مع مجلس الرقة المدني والجهات المعنية، فيما بدأ قاطنو المخيم يعتادون نمط الحياة في المنطقة وأخذوا يشكلون مجالسهم المحلية وفق الترتيبات التنظيمية السارية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. نحن هون كمخيم أبو قبيع بضم نازحين أهالي إدلب، خدموا من إدلب بسبب القصف، بسبب الظلم، بسبب الوضع الإنساني الصعب اللي عم تعيشه إدلب، وبسبب احتلال الفصائل في المنطقة صار وضع صعب في إدلب. انتقلنا نحن لمنطقة عفرين بداية، وبعد الغزو التركي لمنطقة عفرين توجهنا لهون على الرقة لمخيم أبو قبيع لتخفيف عن أهلنا وعن المعاناة اللي عم يعيشوها. يعني لا بد من توحيد الجهود والتكافل ونتعاون مع بعضنا من إنشاء هذا المخيم. من قديم كان في عوائل موجودة هون في المخيم، بس لكن السيناريو المتكرر اللي عم بيصير على إدلب دائما من قصف، من سياسات تعسفية كان من الفصائل المسلحة أو جهات تانية، يعني قطعت الناس الأمال، وخاصة بعد تركيا أغلاق أبوابها أمام النازحين وتجيش الفصائل المسلحة لمنع الوصول إلى تركيا. أجت مبادرة الرفيق مظلوم عبدي اللي كانت يعني بارقة أمل، سفينة نجاة، إعادة الحياة لأهلنا في إدلب. يعني كان لواء الشمال الديمقراطي هو القوة العسكرية الموجودة الإدلبي، كان له دور كبير في التنسيق معنا في إدلب باستقبالهم في دخولهم لمناطق شمال شرق سوريا وجابوهم لعنا على المخيم. اللي احنا في دورنا استقبلنا هذه العوائل، قدمنا لهم الشيء اللي بيتطلبوه من مساعدات بدعم المجالس المدنية وبدعم المنظمات الموجودة. وكان للواء الشمال الديمقراطي كان له دور كبير في تأمين هذه العوائل في المخيم وتقديم المساعدة لهم، تأمين الحماية، تأمين الطريق لوصولهم لعنا على المخيم هون. I'm gonna
هؤلاء الأطفال يدفعهم فضول الطفولة وطاقاتها التي لم تتفجر بأطرها الطبيعية جراء الحرب، يتجمعون حول الكاميرا لمداعبة فريق العمل والحصول على لقطات ينقلون خبرها بشغف ونشوة انتصار لأهاليهم. سارة التي لم تتجاوز 5 سنوات وجدت في أسئلتنا فرصة لكشف ما غاب أو تم تعمد تغييبه من الحقيقة التي توصف جزءا كبيرا من أسباب معاناة إدلب وسكانها، فأعلنت ببراءة إنها هربت من إدلب خوفا من طائرات جبهة النصرة. شو اسمك؟ سارة. من وين أنت يا سارة؟ من إدلب. من إدلب. إدلب حلوة؟ إيه بس هي طيران. هي شو؟ طيران. طيارات مين؟ طيارات الجبهة. جبهة؟ جبهة النصرة؟ إيه. عم تضربكم بالطيارات؟ إيه. هلا انت وين؟ الدبوري. هلا نحن بالفندق. بالفندق؟ ايه. هذا هو الفندق. فرق انا صوروا. مبسوطة هون؟ ايه. ليش مبسوطة؟ قليلي احكي لي. استاذ اللي انه في كل شيء هون. في روضة. مثل شو؟ في روضة. مدرسة. شو كمان؟ أهلك هون؟ إيه. رفقاتك هون؟ إيه. ربما يبدو هذا الكلام غريبا للوهلة الأولى، إلا أن الطائرات والإرهاب الذي تمثله النصرة هيئة تحرير الشام الإرهابية والتنظيمات الأخرى مع داعميها هي الأسباب وراء تشريد سارة ومئات الآلاف من السوريين في الشمال السوري. غادرنا المخيم رفقة أبو عمر الإدلبي قائد لواء الشمال الديمقراطي، أحد الأركان الرئيسية والبارزة التي تتكون منها قوات سوريا الديمقراطية، الذي أفلت من الوقوع في شراك الأسلمة المعادية لنهج الحراك السلمي الذي انطلق عام 2011 ورفض الانصياع لمغريات الدعم التركي المشروط بالتخلي عن كرامة الثائر وحريته في الاختيار. عندما عايش أبو عمر ورفاقه القادمون من إدلب إلى عفرين ومن ثم إلى الرقة التجربة الجديدة التي بدأت تتشكل في شمال شرقي سوريا وعفرين، قرروا الانضمام إلى تلك التجربة التي وجدوا فيها ضالتهم التي خرجوا من أجلها حين انطلاق احتجاجاتهم فانخرطوا ضمنها بشكل كامل. لكن ذلك القرار الاستراتيجي والمصيري كان له ثمن وليس بالثمن القليل، فشأنه شأن القوات التي اشترك معها في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية. بذل لواء الشمال الديمقراطي عشرات الشهداء من خيرة مقاتليه في سبيل الحرية والكرامة. أخذنا فكر الثورة الأساسي اللي طلعنا فيه من 2011، نادينا بالحرية والديمقراطية، هذا النداء أول ما نادينا فيه. طبعا ما طلعنا ضد أي طائفة فرضة معينة، طلعنا ضد الظالم. نحن كان في ظلم، بس يوم وصلت الظلم لمرحلة الناس ما بقى تتحمل طلعت كلها، طلعوا الأكراد، طلعوا العرب، طلعوا السريان، طلعوا الآشور، طلعنا كلياتنا نادينا بالحرية وبالديمقراطية، نادينا لبناء سوريا جديدة تضم كل الأطياف. احنا يعني ما بيصير فرضا سوريا بدون الأكراد، ما بيصير سوريا بدون العرب، ما بيصير سوريا بدون، ما بتزبط معنا. الفصائل الإسلامية متحكمة بأكلهم، بشربهم، بمحاصيل زراعية، بالزيتون، بالكهرباء، بالمي، متحكمة حيبسي على أنفاسهم، بس مغلوب عمرهم ما لوين بده يروحوا؟ وين بده يروحوا؟ الناس. طبعاً تركيا حطت جهد وحطت مليارات ضختها لتسيطر على ذهون الناس. نحن كلواء الشمال الديمقراطي، نحن كمكون عربي بدنا نحكي، يعني انه كمكون عربي من اهالي ادلب. طبعا هاي الناس اللي اجت لهون لمناطق الرقه ومن بيجي
هاي الناس كلها عندها بيوت وعندها أراضي وعندها مال وكلهم حالته المادية ماشي، بس ليش ما ظلوا ضمن مناطق جبهة النصرة؟ نادوا الناس هني اللي نادوا بالحرية ونادوا الديمقراطية وإجوا لهون تركوا كل مالهم وأراضيهم وبيوتهم ليعيشوا عيشة كرامة مثل ما أنا ضلت عنا الكرامة بدنا نعيشها. قدر لنا أن نشهد مراسم أحد شهدائه حينما زفه رفاق سلاحه بعد أن قضى في مقارعة الاحتلال التركي على إحدى جبهات ريف الرق الشمالي بضربة غادرة من طائرات الاحتلال. فهنا الجميع متفق على أن الوطن للجميع وحمايته مسؤوليتهم، ولا سيما أن القاسم المشترك الذي يضاف إلى قواسم كثيرة سببت مآسيهم. إن من كان سبباً في تشريد مئات الآلاف في الشمال السوري من مناطقهم هو ذاته اليوم من يحاول احتلال المزيد من تلك المناطق ويقتل المدافعين عنها من أبنائها، كما أن الجميع يقدر القدسية الكبيرة للشهادة وإنها أعلى مراتب القدسية. في منطقة نعم سكانها بالأمان والطمأنينة طيلة سنوات من الحرب في سوريا بفضل تضحيات آلاف الشهداء من أبنائها. سلاحك أتفك سلاحك في مقر لواء الشمال الديمقراطي. يمضي عشرات المقاتلين الشباب من مناطق مختلفة بعض الوقت في ممارسة الرياضة أو بعض الهوايات، ولا بد من بعض التوجيهات ومحاضرات الفكر والسياسة من الضالعين في تلك المجالات لمقاتلي اللواء. ترجع ليه بدك ترجع لهون؟ نتيجة ضغوطات علينا وحروبات ضدنا وانسرقت بيوتنا وتهاجمنا بأكثر من أمكنة، لجأنا لمناطق عفرين. مناطق هي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كانت بداية تأسيسها. كان في فكرة هون عن المناطق هي إنه مناطق انفصاليين، مناطق بيكرهوا العرب، مناطق كذا. هذا الشيء وجينا ما لقينا. وقت يسمعوا أهالينا أنه نحن بمكان وآمنين واخدين حريتنا، صار يجوا لعنا نتكون، وكل ما نتجمع أكثر نتجمع أكثر، وهيك كل ما لواءنا كبر. يعني تعرضنا كثير ضغوطات في كمان في مبدأنا. جينا لهون التعايش كافة الأديان، يعني هلا في بناتنا مسيحية، في كافة الأديان معنا موجودين، وبنبرك وبنحكي وبنتناقش وبنجتمع. ما حدا بقول لك ليش عم تعمل هيك شو عم تسوي هيك. تمام. الأهالي هدول يعني بصراحة هن وقعوا تحت مؤامرة، حطوا ثقتهم بالاحتلال التركي. نحن يعني شعرنا بالمؤامرة من بدايتها، عرفنا إنه الاحتلال العثماني ما راح ينفعنا. قال خط أحمر على حلب، قال خط أحمر على حماة، قال وين قال خط أحمر تروح المنطقة. فوجينا يعني نحن موصلنا رسالة، لا تضعوا ثقتكم بتركيا. يعني هون نحن هون لكم عون، نحن هون لكم عون فيكم. يعني هلا الرفاق هون رفيق مظلوم صرح من فتره انه هو راح يستقبل كافه عوائل النازحين، مع انه على اساس عملنا المنطقه الامنه. مشان ايش عملنا المنطقه الامنه؟ احتلال. لكن هذه الصوره الجليه عن حقيقه وحده المصير بين مكونات الوطن السوري لم يرد لها الاحتلال التركي أن تصل للمعنيين بها، فعمل على التعمية عليها وبث بروباغندا سوداء
تقلب الحقائق وتزيفها ليبقى ممسكا بزمام الأمور في وقت ارتهن فيه كثيرون من ضعفاء النفوس للمحتل وأسر بدعمه المادي ومغرياته الرخيصة. لكن كان لابد من رد فعل مناعي لذلك التزييف الممنهج ليجد بعض الشبان على بساطة إمكانياتهم أنهم مسؤولون عن إظهار الحقيقة بوجهها الصحيح دون أي تزييف وشرح الدور المدمر للاحتلال في تشويه صورة الحراك الشعبي والتآمر عليه وحصره في سياقات تخدم مصالحه وهيمنته على مناطق واسعة من سوريا. فرأى أحمد نفسه معنيا كغيره بإظهار الحقيقة. برنامج أهو يا وطن هو عبارة عن برنامج سياسي ساخر هادف. هادف للشعب بشكل عام. هادف لطرح أفكار هي كانت يعني بعقول الشعب أو بعقول الناس هي كانوا بيعتبروها صحيحة. إن كان مثلا من ناحية يعني هو بشكل عام للتوعية عن طريق السخرية. يعني مثل ما بيقولوا التوعية الفكرية للشخص يعني أو للناس يلي هي عم تشوف هاي الأخبار. وطبعا الساحة الإعلامية يعني الخارجية بشكل عام هي عم تحاول تسيطر على عقول هالناس. ونحن عن طريق برنامج أهو يا وطن عم نحاول نوعيهم بس بطريقة ساخرة لحتى نقدر نوصل الفكرة تبعيتنا بطريقة سلسة ومفهومة. يعني من الشيء اللي عم يعانوه أهلنا في إدلب والشيء اللي عم يتغرر فيهم عن طريق وسائل الإعلام المعادية لنا إن كان في وسائل الإعلام التركية أو غيرها، نحن حاولنا بقدر المستطاع نحاول يعني نوعي الحاضنة الشعبية الموجودة هناك عن طريق برامج يعني توعوية. أكثر صورة أنا حابب أوضحها كإعلامي يعني للشعب بشكل عام أو للناس بشكل عام هي إنه ما يكونوا ضحية إعلام. هي أول شغلة، لأنه كتير يعني الضخ الإعلامي للسيطرة على العقول بشكل مو طبيعي. وفي إحدى جلساتنا المطولة مع قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر الإدلبي والذي كان له الدور الأبرز في ترجمة مبادرة قسد لاحتضان أهالي إدلب عبر التواصل مع الراغبين بالقدوم وتسهيل مجيئهم والوقوف على احتياجاتهم، فأفصح الرجل عن حقائق ومعلومات وافرة كشفت عن إلمامه بمخططات الاحتلال التركي والمتآمرين معه منذ البداية ووعيه بوطنية التجربة التي كانت في بدايتها بعفرين ومناطق شمال شرق سوريا التي كانت في أوج انتفاضتها ضد الإرهاب. ونحن فصيل من الأغلبية من إدلب، 90% من إدلب. طبعاً بعد ما طلعنا مظاهرات ضد النظام البعثي الظالم قام باستخدام القوة المفرطة ضد شعبنا، اضطرينا نحمل السلاح وندافع عن أهلنا. قمنا بإنشاء الفصيل وتسليح ذاتي ورفضنا أي دعم خارجي. طبعا الفصيل مكون من المهندس، من التاجر، من العامل، من الفلاح، من أهالي هالضياع. قمنا بإنشائنا فصيل ثوري للدفاع عن المناطق، وكنا نحن جزء من الفصائل المتواجدة في مناطق إدلب. لكن نحن الفرق رفضنا الدعم الخارجي من قبل تركيا ولا من قطر ومن أي دولة. لاحظنا بآخر فترة أنه الثورة السورية تأسلمت وصارت القيادة بيد الأخوان المسلمين، وكان هذا حد فاصل بيننا وبين الفصائل المتأسلمة. وهدول الأخوان المسلمين صار يقولوا نحن أو نحرق الثورة السورية. طبعا بنهاية 2014 صار تنسيق بيننا وبين الفصائل المتواجدة في عفرين، طبعا الحزب عن طريق عدة أشخاص. طبعا صارت علينا هجمة آخر فترة يعني
من جبهة النصرة قوية، إن كانت هجمة إعلامية ولا سياسية ولا عسكري، اضطرينا مشان نحافظ على أهلنا وناسنا وعناصرنا، اضطرينا ننسحب من جبل الزاوية حقنا للدماء مثل ما بيقولوا يعني، وانسحبنا على مناطق عفرين. طبعا أهلي عفرين رحبوا فينا وبأهلنا وأمنونا السكن وأمنونا الحماية الكاملة. طبعا دخلنا بسلاحنا، دخلنا بقوتنا وبشعبنا وبناسنا، وتأمنت لنا بيوت، وكان بداية تشكيل قوات سوريا الديمقراطية. كنا من مؤسسين لقوات سوريا الديمقراطية بال 2015. دخلنا بفصيل مؤسس ضمن قوات كاملة ضمن المسيحي والعربي والكردي، وهي كانت أمنيتنا من البداية أن نكون سوريا متكاملة، لوحة فنية جميلة تجمع كلها السورية، تسييس الدين، مناداة بالديمقراطي بإخوة الشعوب. هاي ثلاث أسباب كنا، هاي اللي بتجمعنا بيننا وبين قوات سوريا الديمقراطي. طبعا تصريح الرفيق مظلوم قائد قوات سوريا الديمقراطيه عطى الضوء الاخضر لهالناس، عطى المنطقه الامنه، صار عمليه تمرد، صارت ناس تتواصل معنا لتجي على المنطقه الامنه. ما ضل عند الناس بادلب غير تحفظ كرامته فقط لا غير. جبهه النصره اثبتت خيانته، الفصائل الاسلاميه اثبتت تبعيته وخيانته للبلد باتباعها لتركيا. وطبعا انت شفت يعني الفصائل اللي توجهت لليبيا، والنظام عم يقصف مناطقهم يعني، وما راح تنازل لو مقدار ذره عن مبادئنا الاساسيه اللي طلعنا فيها من 2011. واخوه الشعوب هي اساسنا، والام الديمقراطيه هي مشروعنا، وراح ننتصر بهمه شبابنا وبهمه اهلنا. هنا تتسابق العائلات القادمة من إدلب للوصول إلى الضفة الأخرى للمعبر على أطراف ريف مدينة منبج، الذي بات فصلاً بين رعب تركوه من خلفهم وطمأنينة يسعون إليها في المقصد الجديد، رغم الظروف الصعبة لوجهتهم التالية بعد احتلال تركيا منطقتي تل أبيض ورأس العين وتهجير مئات الآلاف من السكان هناك. العالم طلعت غصب عنا من تحت من البيوت يعني، غصب عنا، مو بكيفة طلعت، طلعت غصب عنا يعني، مو بكيفة طلعت من تحت القصف، من تحت الدمار، وجينا ونزحنا عريف حلب الغربة، وما حسنا نضل يعني، قعدنا 20 يوم ما كمان نفس الشيء، رجعنا نفس الموضوع يعني، فقر، ما في أمان خالص، ما في أمان خالص يعني، الأمر يعني شو بدي أوصل لك، ما بس ما في شيء، ما بنوصف يعني، شيء ما بنوصف يعني. أهلنا هون موجودين، ونحن أهلنا يعني آخر شيء أهلنا يعني، بدنا نجي عند أهلنا يعني، يعني هون أهلنا، كلنا أهلنا هون، كلتنا أهل إن شاء الله. أيوة الحمد لله، مبادرة ممتازة يعني، ما قصرت في الموضوع خالص، مبادرة ممتازة. أيوة والله يجزيكم الخير على الموضوع هذا، يعني إحنا أهم شيء إحنا ليش بكون عائلة واحد، بحب كون عائلة عشان يحميها إن شاء الله. أيوة خلاص الحمد لله، إحنا أمورنا صارت تمام يعني، أمنت أولادي، أمنت عائلتي، وصلنا إن شاء الله بدار الأمان، هاي أحسن شيء يعني، إحنا هذا الشيء المطلوب إحنا منه يعني، كواجبة كأب يعني. أنا توافدوا لعنا بالمئات، وهي الدفعة الثانية اللي بتوصل لعنا من ريف إدلب بعد تعرضهم للقصف والخيانة من قبل الاحتلال التركي والفصائل المتأسلمة. وطبعا بعد هالمبادرة انقلبت الطاولة على رؤوس المتأسلمين وعلى رؤوس الاحتلال التركي، تمام، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح يكون في دفعات أكبر راح تجي لعنا. طبعا بعد كل المبادرة الجميلة اللي قاموا فيها الرفاق مثل الجنرال مظلوم عبدي والرفاق في قوات سوريا الديمقراطية، رغم معاناة الشمال السوري بالضغط من الحروب من الدول من المتأسلمين، مثل ما كانوا شايفين عم يستقبلوا العوائل اللي قادمة من إدلب،
وعم يحتضنوا ابناء ادلب، ابناء ريف ادلب بجبل الزاويه اللي عم يتعرضوا لكافه القصف والمعاناه والتهجير والتدمير لمنازلهم، عم يقوموا باستقبالهم على اتمم وضع. لكن يبقى السؤال الابرز الذي يتردد في اذهان كل هؤلاء ومئات الالاف الاخرين الذي هجروا قسرا من المناطق المحتله في عفرين وتل ابيض وراس العين، الى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجزا عن ايجاد حل يعيدهم الى منازلهم ويعيد لهم ما استلب من حقوق، وان كانت كل الحلول مهما بلغت اهميتها لا تعيد شهيدا الى امه ولا تبث الحياه في غصن زيتون احرقته نيران المحتلين. انا هالوطن علمني الفراق اسهر وحن واشتاق ويله، اي والله علمني الفراق انا اسهر وحن واشتاق يا يوم. الله يا هالوطن، الله يا هالوطن، يا هالوطن، الله يا هالوطن، شو مسوي بينا الله، الله.